أنا يمكن شفت حوار قبل مرة في الموضوع، بس كنت أحب أنوه على شيء. إن نبي أولا نقسم لنا مدخل الحوار اللي راح نناقش الأدلة الشرعية مدى صحة الحكومة. اثنين نبي نناقش الهدف من مناقشة هذا الموضوع أصلا، مستقطع على الواقع. يعني نحاول نحدد قواسم مشتركة حتى ما يحصل إذا أردت أن أقول في متفق عليه. في يعني أول شيء المرجع اللي قريت مرجعي كتاب السنة ما في أحد من طرف بالنسبة لنا السنة الصحيحة حجة. قضية ثانية اللي هي حرب الصحابة ومكانة الصحابة إلى آخره، هذه قضايا معروفة ما في خلف المقدمات. يعني الصحابي أنا مستمع نتكلم عن مشكلة حاصلة بين هذول العيال عندنا كلهم، يعني ما شاء الله أولهم يجب الله يحفظه الله يبارك فيهم. عشان الفاتحة واحد يقول إن الرأي والرأي مخالف، قد يكون لا، قد يكون بين العائلة الواحدة بينهم فتنة كبيرة، بينهم تراشق سب تسبيل عدم احترام أمور إحنا ما إحنا راضين عنها. فإحنا أساسا مو قضية إحنا حقيقة، لما حتى ثلاثة أمهم أبو يعقوب قلت إحنا هذا الشريط، أنا جبت الشباب هني رابيد شيخ يوسف وقلت لهم ترى رد على الشريط كيت 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 كيت، قالوا احنا ما نقدر رد عليه، احنا نبني بشيخه. نبني بشيخه بالضبط. فاساسا حتى نكون صريحين، ويعقوب والشباب انتم عندكم فكره معينه، هذول عندهم فكره ثانيه. هذول عندهم النصوص اللي في عدنان، هذه نصوص صحيحه من الكتاب والسنه، وانتم انتم يا ناس بس قاعدين تفهمون انه كذاب، انه ما يفهم، انه كذا. هل هذا الكلام صحيح؟ فانا عندي اشكاليه في العائله انا مو الحين، انا اول شيء حق اشكاليه العائله، بعدين تقول انا عندي اشكاليات كذا 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 زياده على الكلام اللي عند العائله. ما يخالف، انا عندي شقين، الان عندي شق يقول انا عندي امور والله واضحه، عندي شباب مو واضحه. عشان كذي في امور عندهم مو واضحه. تمام. وانا اساس اللي نكون صريحين، احنا المشكله هذه حوالي اذا ما انا غلطان من نص رمضان. انا يعني يوني بالعشره واخر، قلت لو سمحتوا انا مسكر تليفوني، مسكر كل شيء، ما عندي الا القران والقيام. بعد العشره واخر سرته. فصارت القضيه هذه خلال ثلاث اسابيع يعني امور وايد احنا زعلانين عليها. الشباب هذول يبون رد، وكلهم جايين يقولون انتوا ما انتوا قادرين تردون يا جماعه، احنا ما هذه قضية، لا انتوا كذا كذا، عندنا اشكالية كبيرة. خلاص يا ابو احنا راح نبدا يعني راح نتكلم حق الطلبة. انا كنت متوقع ان الحضور مثلا زين راح تكون محبوبة حيل، بس ما شاء الله الحضور كبير. فعلى قولة الدكتور انه لازم نحق الشباب اني اكون خلفية الموضوع والتفاصيل. طيب حتى الامور اللي انت تعتبرها بديهية يعني او عفوا حتى انا ما كنت بديهية. انا ذكرت شغلات انه انا قلت حق ابو ربيع اقولها قدام الكل. انا ما ارد ما طلع لساني سب ولا كتب امام احد عام ولا بالتويتر، بالناس قاعد طالبني من الحضور والله تعال اكتب قول رايك. انا من هالقبائل اللي ما تنطرح. سالفت هذا مجموعه خاصه، لكن للاسف بعض الناس الا يعني تتنصت على القول والراي وتسمع ويروح ينقله ويسوي فيه الشوشره. فانا عن نفسي اعتبر نفسي ما سويت يعني. متفق عليها ان قضيه الحمد لله ما فينا احد وحتى لو يشتم وحتى لو قضيه متفقه، احنا قضيه علميه. انا ما راح انشرها بالتويتر ولا بالفيسبوك ولا راح اطلع مذكره علميه ولا اكتب موثقه. انا بالنسبه لي مساله خاصه بين طاوله علم مجموعه وتداولناها وانتهت، بس اكثر ولا اقل. من خرب يعقوب طلابي هم اللي ما قاعد يسكتون في السفرات، في الشاليهات، بالمنتديات، بالمزارع قاعد يثيرون. واحنا انت شايف الجمعيه يقول لك عليها، انا ما كنت اتوقع اللي معك ليش هذول كل المعلمين؟ هذول سبت اللي صار بلبله. اول مره يصير عندنا اجتماع عائلي على قضيه علميه، اول مره. هذا شيء جيد. جيد، بس ليش؟ لاثر الكلام اللي قاعدين تنشرونه. لولا لو كانت القضيه محفوفه بين خمسه وسته كان هذا رايي.
شيء برضه ربيع في ملاحظة وهي إحنا يعني إحنا دائما نقول في قضية محفوفة بين طالب العلم وفي نقاش بين طالب العلم. هذا كان في وقت من الأوقات. الحين في ظل الاستشعار العلمي الهائل ما عاد في قضايا محفوفة. يعني أنت قضية معاوية مثلا هالقضية لما تنتشر على اليوتيوب خلاص كنار نشين. زين الدينية في موقف تضطر إنك ترد لازم تبين لازم توضح. ما تقول لا يبغى خلوها بين طرف مع بين محفوفة وبين طالب العلم وكذا تصير خلاص منتشرة وال ويسمعها العالم والجاهل والمتخصص وغير المتخصص فتصير على لسان الكل. هني تصبح قضية مثل ما يقولون قضية رأي عام الكل يعرفها. هني يصير البيان فيها واضح. طيب أبدأ أنا ما وصل بس عندي مقدمة أبدأ فيها مطولة لا طيب إن شاء الله ما من واحد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وهي قد فأتى ربي وسار على خطاه لا يوم نلقاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ان للكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا واجعل كلامي تجاوز عن زلات لساننا وثبتنا على الحق في القول والعمل الدائم. المساعدة يمكن حق الدكتور اسامه ان شيء جميل ان يكون الاجتماع اجتماع علمي على قضيه علميه. وهذه تسمى مثل الجلسة هذه يعني البعض يسميها محاورة مناقشة أو مناظرة. والمناظرة أنا أشوفها أمر طيب جدا. أنا ظليت 3 سنوات تخصص مناظرة ماجستير في علم آداب البحث والمناظرة ووقفت على مناظرات كثيرة ويعني قعدت فيها 3 سنوات هذا شغلي الشاغل. فوجدت بأن هذا الفن فن المناظرة فن إسلامي راقي جدا. يمكن في هذا العصر تم ابتذال هذا المفهوم مفهوم المناظرة بسبب الممارسات السيئة اللي نشوفها في البرنامج الجهة المعاكس أو في مناظرات اللي نشوفها مثلاً في الجامعة أو إلى آخره هذه أو المناظرات السياسية. هذه تسمى تجوز المناظرات واللي هي في الحقيقة ما هي مناظرات علمية رصينة كالمناظرات التي جرت في تاريخنا الإسلامي. المناظرة العلمية في الأصل منضبطة بضوابط علمية. المناظرة تثري الإنسان تزيد معلوماته تعمق آراءه. هذه المناظرة لو نرجع إلى كتب ولما نرجع إلى كتب الفقه المقارن مثلا هو عبارة عن مناظرات المذهب الحنفي مع المذهب الشافعي. فإن قلتم كذا قلنا كذا ويردون على مناقشة الدليل ومناقشة المناقشة ومناقشة وجه الاستدلال وهذا يرد وهذا يرد. فصارت عندنا ثروة كبيرة من كتب الفقه تسمى كتب الفقه المقارن وغيرها في مختلف العلوم. فكانت المناظرات في ذاك الوقت هي سبب إثراء ولما تقرأ عند المناظرة تخرج بحصيلة هائلة من العلم والفهم ودقة الفهم ودقة الملاحظة. فكانت مجالس فعلا مجالس تسقط الإنسان وتنميه وتوسع عقله وتوسع مداركه وتعمق مفاهيمه. المناظرة أيضا هي تصرف راقي في الحقيقة تدل على أولا علم الإنسان وأنه إنسان متقدم في أخلاقه وفي سلوكه. لأن ما هو عكس المناظرة؟ أنا اختلف مع إنسان أما أن تناظره أو تخاصمه وتهجره أو تعتدي عليه تغصبه بالغصب من يمتنع معه. على شكل أن هذه كلها أمور يعني ما هي أمور يعني تدل على تقدم الإنسان. الإنسان صاحب الحجة صاحب المكانة والمتقدم والراقي والذي يأتي بحججه ويلتزم بآداب المناظرة ويلتزم بأخلاقيات المناظرة ويلتزم بقواعد المناظرة. فهذه المجالس هذه تدل في الحقيقة على رقي وتدل على سمو وتدل على رغبة في طلب الحقيقة وطلب ورغبة في الوصول إلى الحق. المناظرة هدفها الوصول إلى الحق. وهني يختلف أو يكون الفرق بين المناظرة والجدل. المناظرة لها تعريفات عدة عرفها العلماء. يعني من التعريف المختصر نقول هي المحاورة والمراجعة بين طرفين لتصحيح القول وإبطال قول الطرف الآخر. يسعى كل طرف لتصحيح قوله وإبطال القول الآخر بهدف الوصول إلى الحقيقة. وهذا الضابط المهم بهدف الوصول إلى الحقيقة. وهذا الضابط بهدف الوصول الحقيقي هو الذي يفرق بين المناظرة والجدل. الجدل نفس التعريف لكن بدال بهدف الوصول الحقيقة يكون لإلزام الخصم وإفحامه. فيكون الهدف هو أن أسكت الفلان وألجمه وإن كان بأساليب فيها مغالطة وإن كان بتجاوز على الحقيقة
وإن كان بتزوير المعلومة. المهم أن أصحح قولي وأبطل قول الطرف الآخر. وبإذن الله هذا ليس موجوداً الآن. هو الذي بين أيدينا بإذن الله من الأخوة والمشايخ هو للوصول إلى الحق. وهذا يلزم منه أنه متى ما ظهر الحق للإنسان فإنه يرجع إليه مباشرة. كان الشافعي رحمه الله يقول: أحب إلي أن يظهر الحق على لسان خصمي. هذه هي المناظرة بمعناها الراقي المعروف في العلوم الإسلامية وفي ممارسات المسلمين على مر التاريخ. أنا خصصت فصل في رسالتي وهو مجالس المناظرات في الحضارة الإسلامية. فعلا كانت الحضارة الإسلامية تعج بمجالس المناظرات بكل أريحية، بكل أريحية وبكل تقبل وبكل أدب تتم المناظرات، وتتم حتى برعاية الدولة. الكثير من المناظرات تتم كانت في مجالس الخلفاء، يتم فيها تداول الآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بكل أريحية. وإن شاء الله بإذن الله تكون هذه الجلسة بإذن الله نموذج لمثل هذه المناظرة. من هنا كان عندنا علم اسمه علم آداب بحث المناظرة، قائم على قواعد وضوابط معروفة ومقررة. بإذن الله نحاول في هذه الجلسة التزام بهذه القواعد. قواعد كثيرة سطرها العلماء في علم المناظرة، منها إن كنت ناقلا فعليك بالصحة، وإن كنت مدعيا فعليك بالدليل، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، ولازم المذهبي ليس بي. قواعد كثيرة فصل فيها العلماء في علم آداب البحث والمناظرة. أنا في الحقيقة ثقتي كبيرة بالطرفين، لأني أعرفهم معرفة يعني عن طرق شيخنا ربيعة، وأول من درسنا على إيده يعني علم الحديث قبل أن أدخل الجامعة في الماجستير. درسنا على ربيعة، وكان معنا يسمهين حتى الآن دكتور أسامة، وهذا أمر يعني أتوقع يفرح الشيخ، ما يفزنا أبدا. والشيخ عثمان الخميس معروف عن يعني غني عن التعليم. يوسف المهيني زميلي في الدراسة في ماجستير، درسنا في ماجستير في السنة النبوية وأيضا في الثانوية عفوا في الجامعة. وفهد الكندري الشنقيطي ما شاء الله طلب العلم في الشنقيط ودرس هناك على المشايخ، وهو أيضا طالب علم. راح يأتي أحد الأشخاص الآن هو الأستاذ مهنا المهنا، وهو باحث في التاريخ الإسلامي، راح يكون موجود تحت نبدأ معك ربيع. تفضل. تفقين شباب على خمس دقائق على كل عام دخوله في كلمة قبل ربيع. والله في كلمة قبل ما تحسب عليه. قبل وقت يعني؟ أنا راح ليش؟ يا لعمي ترى. هذه خارج الوقت يعني؟ إيه والله اسمع. تمام. بس أقول. حتى ما نطول على الشباب خاصة اللي بعدين هالقاب. جدون آخر. أنا أول شيء أشكر الجميع، وأنا راسم أخوي. يوسف وأيضا أخوي علي السند وأخوي محمد قميص تمام والشباب جميعا اللي حضروا. هذا الحضور دليل حرص. وقضية ثانية شهد الله تعالى، أنا ما جيت إلا علشان يعني أبرر ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى. إحنا في منهجنا الإسلامي الجماعة عندنا قضية إن الصحابة لهم منزلة كبيرة جدا، وبالتالي الدفاع عنهم من ديني. وما جيت يعني ما قال الشيخ علي ان نبي ينسج كتابه وكذا. اذا ظهر الحق على لسانه تمام، اسال الطرف الثاني انه يتبعه، واذا ظهر الحق على لسانه انا اتبعه تمام. فهذه القضيه الاولى في المساله. اشكر الجميع واقول جزاكم الله خير، واحرص على نقطه اخوي علي ما ذكرها، المناظره بين احنا الاربعه في الخمسه. مداخلات كلها يا شباب الجميع، ما في مداخلة أثناء يعني أنت ويا شباب جزاكم الله خير جايين تسمعون تمام وتفكرون بالأمور هذه. فلو سمحتوا يعني فيكم شيء معروف، لكن كقضية نبي التزام الأدب الحوار اسمع. إذا عندك سؤال أو شيء أظن عندك في علي هو اللي يسمع، اللي يدير الجلسة مو أنا ولا أبو محمد ولا أبو يوسف ولا أبو فهد. يدير الجلسة في علم يعني قال لك يا فلان لو سمحت اسكت، لو قال لي أبو ربيعة اسكت التزم. نبي الأدب الراقي اللي دعانا يعني إياه، وفي الأخير إذا ما تأدبنا ما راح نوصل، هذه كانت مقدمة لابد منها يعني. وأنا أرجع أقول يعني يا شباب، أنا قضيتي اليوم شريط عدنان الدكتور الفاضل عدنان إبراهيم. أنا سميه الدكتور الفاضل، وإن كان بعض الناس ما يزعج هذا الكلام، أنا ما يزعجني، أعتقد هو رجل فاضل وإنسان يحب دينه
كون اخطا في قضيه في رايي ان اخطا في قضيه مو معناه اني انسب في هذا الانسان، انا ما ارضى بهذا المنهج ابدا. الدكتور فاضل وانا قدمته في مكان، والمعلومات اللي اعرف عنه قلت ان كان ما يقولون عنه كما يقولون فهو غزالي وزمانه. هذه كلمتي والتي انت ما تعرف ما عمركم سمعتوها ولا تدرون عنها، بس هذه كلمتي فيه. لكن هنا انا عندي قضيه ثانيه ودي اتكلم فيها. لو سمحت اخوي علي، من امور انا فرقت الكلام الذي قاله بالشريط تحسب عليه؟ يعني الكلام شنو الامور اللي قاله يعني اللي خلتني انا اي تمام؟ هو يقول طيب الحين احنا نبدا الأولى اللي عندي قبل ما نبدا نفس الشيء. وتربيت عند المشايخ وفي حلق العلم، ومن ثم انتقلنا الى الدراسه الاكاديميه في الجامعه، درست ماجستير مرتين، مره بالكويت ومره بالاردن. ففي كل هذه الدراسه كان عندي ملاحظه واحده هي لم تقنعني، وانا اقولها صريح يعني صريح. احيانا في بعض القضايا كنا نتكلم مع المشايخ، يا شيخ هذا القول ما يقنعني، هذا في تأويل، هذا الكلام بعيد، هذا القول كذا. كنت ارى ان بعض المشايخ يعني يتخلق موضوع العاطفه، يستعطفك لا وكذا. طيب يا شيخ إذا كان هذا كذا لماذا كذا؟ يعني اترك هذه القضايا ولا تبحث عنها. فهذه يعني كانت أهم نقطة باردة كنت يعني أبغضها، وأعلمت نفسي أني إن شاء الله إن تعلمت فلن أجعل طالب علم مثلا أن يقول لي لماذا كذا وكذا إلا يعني أتي له بشيء يقنع، وإذا ما أقنعته أقول والله هذا حد علمي ولك الحق أنك تبحث، ما أقول أنه والله لا توقف ولا تبحث. هذه قضية مهمة، وبالنهاية أنا أرى كل إنسان يجتهد ويبحث وينقح وله حق من الاجتهاد، ان على الاقل هذا الانسان لا يسمى انه والله باطل ولا قاعد يلعب احنا نقول ولا ما عنده سالفه، رجل اجتهد. طيب انتم بالنهايه راح نشوف انه بعد شوي نصوص في ناس راح تقتل وتكذب، يعني انت اولا نقول اجتهد فاخطا. طيب راي علمي ليش ما تخليني انا اجتهد فاخطا؟ هذه قضيه. قضيه مهمه. القضيه الثانيه طبعا اشكر الدكتور بربيعه والشيخ عثمان الخميس الفاضل على الحضور، وانهم يعني لبوا يعني هذه الدعوه. ففعلا نحن نحتاج الى قضيه النقاش العلمي. انا عندي اراء انا مو مجازم فيها ولا متعصب لها، لكن تعال بين لي، اشرح لي، اقنعني. اذا ما بالنهايه ما اقنعتني فهل سوف يكون لي الحق اني اتبنى هذا الراي؟ اقول لك هذه المساله تحتمل فيها قول كذا وفي فيها كذا. طيب اذا انا اخذت القول اللي سوف اقوله، فانا ارى ان شاء الله المساله يعني تسع لطالب العلم المجتهد الذي يكون. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ولكن الطريقة التي يدار بها الاختلاف. أنا يعني سعيد جدا لهذا الاجتماع، إن شاء الله النفوس كلها تكون يعني مهيئة لقبول يعني الحق بغض النظر عن من تكلم به أو تبناه. لكني سعيد إن في الطريقة التي يدار بها الاختلاف، وإن شاء الله تعالى نصل نتيجة طيبة إن شاء الله. بحول الله. كويس الله تبارك وتعالى. أن الجميع صلى الله عليه وسلم يطلع من أي حق حقا. الشبهات أول شبهة أننا نقدس غير المقدس. صحابة مقدسين، ليش مقدسين؟ طبعا هذا بالشريعة إذا أنا غلطان أقول له لا ما باكر. يا جماعة، أن أنتم كلكم سمعتوا الشريط يا شباب. إذا أنا قاعد أجيب شبهة ما قال أقول لا ما باكري، ما يخالف ردوا علي. أن معاوية بدل الدين كله، بدل في عشرات المسائل، تمام؟ ودمر الأمة كلها، معاوية ودمر الأمة كلها. ومع ذلك نحن نلبس ثوب العصمة. هذه الشبهة الثانية.
ايش القضيه الثالثه؟ ليش احنا موقفنا من معاويه نكايه بالشيعه؟ علشان الشيعه يحبون علي، احنا نحب معاويه ونخليه نفس عمر؟ هذا منهجنا. هذا شو الرابع؟ خمسه، القضيه الخامسه، نتبرأ الى الله من معاويه، نوالي عمر ونتبرأ الى الله من معاويه. من صنيع معاويه احسن. زين، معاويه كان راس البغاه، البغاه طلحه زبير عائشة، معاويه الراس، تمام. سته، اول راس قطعت في الفتنه او قطع في الفتنه عمار بن ياسر. معاويه قتل 70,000 ما قتلت له عين، يعني ما ندم بالطقاق، هذا كلام لم تطرف له عين يقول، تمام. معاويه كان يكره عليا ويكره اهله ويكره اصله وفصله. اصله وفصله منو؟ قال بيتني منو؟ هذا كلمه، هذه كلمته معاويه، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتال الصحابه، والحديث صححه الامام الحافظ بن حجر كما يقول في التلخيص الحبيب: امرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، تمام. تمام، هذه القضايا. معاوية أمر بلعن علي على المنابر السنة الأموية الملعونة التي أطلق عمر السنة، تمام. وأتى بدليل صحيح مسلم أن ما يمنعك، معاوية يقول حق سعد بن وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا التراب، تمام. ومعاوية كان يشرب الخمر وعادي يشرب، تمام. معاوية كان يبيع الخمر ويبيع الأصنام. معاوية كان يتعامل بالربا. معاوية هتاك أعراض المسلمات، قالوا ولا ما قالوا؟ قال هتاك أعراض المسلمات. معاوية أي صحابي ما يعجبه يتخلص منه، تخلص من حجر بن عدي، تخلص من أبي ذر، تمام. والصحابة هجروا لأن أرض سوء نتيجة صنايع الشينة، فهجروا أبو الدرداء وهجروا عبادة بن الصامت، تمام. معاوية غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت دية المشرك الكافر الكتابي نفس دية المسلم، إذا كتاب قد الخطأ دية نفس المسلم، فيا معاوية خلاه النص. معاوية كون ثروة رهيبة من أموال المسلمين، ولما كانت تروح الفتوحات تأتي الغنائم استصفى الذهب والفضة حق نفسه لنفسه معاوية حتى يمكن من ملكه. جاء بابن زنا وقال هذا اخوي، وهو زياد بن ابي معاويه، تمام. يامر بسر بن ارطاح، وبسر بن ارطاح احد الصحابه، يعني يقتل احد الصحابه ويذبح عياله واربع سنين خمس سنين قدام امهم، تمام. معاويه شنو بعد عنده؟ اول من شرع الاغتيال السياسي في القرن. اظن أعطيك نتيجة أبو يعقوب على هذا الكلام. واحد من الشباب العاديين أبو محمد قال: إذا الصحابة كذي أنا أحسن منهم. يقول: إذا الصحابة كذي أنا ما قتلت، صح أنا إنسان عادي أصلي أصوم ما أنفع، لكن أنا أصلي أصوم ما عمري سنيت، ما عمري قتلت، ما عمري كذب. هاي الأمور اللي صارت، هذه يعني الشبهات التي وردت، تمام. هذا السر، السر اللي قلت. ما رتبت. طبعا خلاص. أنا ما توقعنا يعني هذا ما شاء الله يمكن بشيء طبيعي. ما توقعنا نروح راح نتعلم الناقل هكذا. طيب. أنا بس خمس دقائق عشان بعدين. اختار القضايا اللي تناقشها، اختار شنو القضية اللي عندك مثل الحديث الأول. طبعا أنا ما راح أجيب من أشرح قضايا، أطلب السؤال يعني الإجابة من ربيع في القضايا اللي ذكرها. أنا عندي نقطة أنا سردت السرد هذا، زين. عندي أول قضية أنا بطرح قبل ما تطرح، عندي سؤال، أنا بسألك سؤال. طيب. ممكن؟ هل الطريقة اللي سلكت الخطبة نهج علمي انتقال بس؟ نهج علمي؟
الآن دعنا نتكلم معنا، احنا راح نوريك طريقة البحث العلمي، احنا عندنا طريقة البحث العلمي، راح نتبعها وانت جاوب وشوف النصوص قدام وشوف نذكرها، وانا بتعليقات على هذه النصوص الاشكالات الموجودة في كتب اهل السنة بل من يعني اعظم كتب اهل السنة. انا ارجع اقول يا جماعة انتم نسيتوا هذول. تمام هذول جايين علشان تمام شريط عدنان ابراهيم. تمام. ما ينعى على الشبهات اللي انت عندكم. هذا يدعونه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتنة. وربيع أنا اللي مقادر أقتنع فيه يدعونه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أبي معنى قول يدعونه إلى النار رد مقنع. بس هذا السؤال. يدعونه إلى النار. بس ما بشيء ثاني. أنا أرجع لا أزال مصر على كلامي. أنا راح أرد على القضية هذه. بس هذه قضيتي. ذكرت شيء عدنان ابراهيم حافظ قال هو راس البغاء كلام ممتاز. شنو الرد على الكلام؟ انا عندي قضيه قبلها. انا انسان علمي ولا لا؟ يعقوب بس ترضى انا اي تمام قدام الناس اقول حق الشباب شايف هذا يعقوب سوى كذي ما يعرفوني وما اذكر انك انت في البدايه شنو قلت؟ عرفت نفسي قلت يا جماعه انا طالب علم ليش؟ عشان الناس يعرفون اللي قدامك انك انت انسان مو جاي عفوا من شارع وحاشاك تمام؟ انت انسان مهتم بالعلوم الشرعيه صح ولا لا؟ هذه النقطه مهمه عندك صح ولا لا؟ فبتذكر حسناتك. الرجل كذب في طرحه ان جاب معاويه لا تقول لي شنو معاويه؟ لا تقول لي فتوحات. يعني انا ابو بكر الصديق بدون حسنات اطلع وافتش في اخطائه اطلع لك اياها شر من ابليس. ابو بكر الصديق. فالمنهج العلمي يا اخي الكريم اني انا لما الله سبحانه وتعالى يقول لي يا علي ولا يتمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. انت تبتوصل حق الحكم العدل ولا لا؟ تبتوصل حق الحكم العدل؟ شلون انت تجي حق الحكم العدل ما تذكر الحسنات ابدا تقول لي فكنا من هذا كذا هذا ما طبيعي وتهدم كل الحسنات معاويه معناته ربيعة بعدين انت تقول والله جاوبنا على هذه انت تقول حسناته وانا ارد لك عليها وانت جاوبني على السيئات بس هذا اللي بيمنك انت تقول والله معاويه حسنات 1 2 3 4 وانا اجاوبك عليه الحين انا اسالك ابي شرح يدعونه الى الجنه ويدعونه الى النار من هذا من هم وش معنى يدعونه الى النار بس هذا السؤال دائما في شرح الحديث عندنا قاعده يا احباب احنا السنه والجماعه تمام نتكلم عن السنه والجماعه نحن عندما نتكلم عن الحديث نجمع الحديث كلها صح ولا لا ولا ناتي بحديث واحد وناخذ منه القضيه هذه وهني أكبر قضية ما بين علمائنا والتي تدل على الفرق والفهم كيف أجمع بين نصوص الأحاديث؟ العلماء قالوا في هذه القضية يدعون الجنة بأنه قالوا هم هؤلاء الناس أصلاً أهل الفتنة كانوا منه كانوا اللي قتلت عثمان كانوا خرجوا على علي كانوا الخوارج تمام ولا لا؟ كانوا منهم ولا لا؟ كل هؤلاء الناس كانوا داشين ببعض المسألة يعني شرباكة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يتكلم عن فئة تريد الفتنة تمام ولا لا؟ وهذه الفئة تمام؟ أجمع العلماء على أن الصحابة لم يكن واحد من الصحابة منهم تمام؟ الخوارج وغيرهم كذا وأن الصحابة يعني في مسألة الفتنة التي حصلت بينهم كانت فتنة عظيمة كبيرة خليفة المؤمنين يقتل تمام؟ وعلي بن أبي طالب معاه قتله والناس قالوا كذا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث قال تمرق مارقة من الدين فرقة من الخوارج تخرج تقتلها أولى الطائفتين بالحق ما معنى أولى يعني هذا عنده حق هذا حديث نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطرفين عندهم حق لكن من اللي أولى وين ورد الحديث نعم ما ورد الحديث
مورد الحديث ما أذكره، لكن الحديث صحيح وتشوفه إن شاء الله. لا أذكر من الذي هو تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يقتل الخوارج من علي بن أبي طالب. نعم. صحيح.